خلينا نروح لخبر كمان مهم. بص بقى الخبر ده من المصري اليوم وحسابهم على تويتر، بيقول لك ايه؟ موسيماني يدرس الدفع بشريف لاحتواء غضب. حاجه بصراحه منتهى الغرابه يعني. من الاخر كده يعني، مع احترامي الكامل طبعا لزمايلنا الاعزاء في المصري اليوم، هم كلهم زملكاويه يعني من الاخر، او معظمهم 95% منهم زملكاويه. فقال لك محمد شريف الراجل كان بيلعب وبيجيب اجوان، فجاه الراجل قعد على الدكه. وجهه نظر فنيه مفيش مشكله، لكن انت لازم دايما بما انك حابب تخلق بعض الازمات للنادي الاهلي فتركز تشوف محمد شريف ما بيلعبش ليه. لا ده ما بيلعبش، فبالتالي الولد متضايق، فبالتالي موسيماني عايز يراضيه ويلعب. هل مستر بيتسو موسيماني كمدير فني كبير هيحاول ان هو يجي على حساب الفريق لمجرد ان هو يحتوي غضب اللاعب ده لو الغضب ده اصلا موجود؟ لا طبعا، الكلام غير واقعي وغير منطقي بالمره، ومحاوله لخلق بعض الازمات بخصوص فريق النادي الاهلي. اولا محمد شريف ما عندوش اي مشكله خالص، والراجل ولا بيتكلم ولا بيفتح بقه، وملتزم جدا. واكبر دليل على كده انه حتى في ظل تواجده على مقاعد البدلاء الراجل جدد تعاقده مع النادي الاهلي. فالاخبار اللي زي دي ما نقفش عندها كتير في الحقيقه، بس انا حبيت اعلق عليها سريعا.